في أول ظهور ملامح إيجابية في شكل الأهلي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. تابعوني أنا صاحب الكرة وتحليل مباراة الأهلي والمقاولين. يا حبيبي يا جدع، اول المتغيرات في شكل الاهلي النهارده او اول الملامح اللي بتورينا بيتسو موسيماني بيفكر ازاي، اسلوب بناء الهجمه اللي اختلف عن الفتره الاخيره، وهو ان الاهلي رجع يلعب كوره على الارض زي ما كان بيلعب في الدور الاول. نلاحظ هنا مع بعض وعلى غير العاده في ضغط على الشناوي وعلى قلبين الدفاع، الا ان محدش فيهم بيخلص من الكوره وبيلعب الكوره الطويله، لا في هدوء، في ثقه في اللعب، وفي صبر في بناء الهجمه، مفيش استعجال. ليه؟ تعالوا مع بعض نتابع. اول حاجه محمد الشناوي هنا بيعتبر حل من الحلول في بناء الهجمه، قلبين الدفاع فاتحين الملعب. نلاحظ هنا مع بعض الاسترتش اللي عامله احمد فتحي، والناحيه الثانيه الاسترتش اللي عامله محمد هاني. ده الخط، محمد هاني عامل استرتش. تاني حاجه هنا حمدي فتحي وعمرو السوليه محاور اللعب نازلين لمناطق التحضير. في ضغط هنا من لعيبه المقاولين، 4-2-3-1، 2 بتوع وسط الملعب مغطيين هنا، والثلاثه الهجوميين ضامنين في عمق الملعب عشان الاهلي ما يخرجش من العمق. فكان الحل ايه؟ تعالوا مع بعض. هنا الشناوي ما بيلجاش للكره الطويله، لا بيمرر لايمن اشرف. هنا احمد فتحي فاتح الملعب عامل استرتش، فبيدي حل للخروج على الاجناب. نكمل، بصوا هنا محاور وسط الملعب اللي هم السوليه وحمدي فتحي متراقبين. معنى كده ان انا الجا للكره الطويله واخلص نفسي؟ لا، عندي ثلاث لعيبه في الشق الهجومي عندهم القدره ان هم يستلموا بين الخطوط وينزلوا كمان يعملوا المسانده لوسط الملعب. هنا كهربا نزل ادى حل، فحصل ايه؟ بصوا هنا الضغط عليه فخف الضغط على قلبين الدفاع، فرجع تاني لقلبين الدفاع. بصوا يا جماعه الصبر اللي ما كانش موجود في الدور التاني، مش انتقاد لفايلر، بالعكس فايلر لحد وقتنا الحالي انا بقول ان هو من افضل المديرين الفنيين اللي جم الاهلي، لكن كل فتره بيبقى ليها ظروفها. فايلر ما قبل التوقف كان رائع وكان مركز تركيز كامل مع الفرقه، بعد التوقف نظرا للظروف اجبرته انه ما يبقاش مركز كامل تركيزه مع الاهلي، فعشان كده في بعض السلبيات اللي ظهرت في الاداء. وبيتسو موسيماني بما انه هو جاي كل هدفه وتركيزه مع الاهلي فطبيعي هيعدل قدر الامكان. هنا في صبر، نلاحظ تاني الكرة بترجع للشناوي، محدش بيزهق. بصوا بقى دي حمدي فتحي هنا توفرت له مساحة، هوب اطلع من عمق الملعب. هنا سيف الدين الجزيري طلع شوية عشان يحاول يضغط على قلب الدفاع، فتفرغت هنا مساحة لحمدي فتحي. كمل، حمدي فتحي استلم وبهدوء وعقل ادى لياسر ابراهيم. هنا محمد هاني عمل استريتش. كل لعيبة حافظة بتعمل ايه. رجع تاني للشناوي، انتوا زهقتوا لايما ما زهقتش. بصوا اتخلقت مساحه هناك، لان بقول لكم احمد فتحي ومحمد هاني عاملين استريتش الملعب، اتخلقت مساحه هناك اهي على الطرف الشمال لاحمد فتحي، بقت موقف 2-1. هنا الشامي بيقابل فتحي وكهربا، كهربا عمل ايه؟ ضم هو في عمق الملعب عشان يعمل مسانده مع فتحي، فيحاول يسحب الشامي فيفرغ برده على الخط مساحه لاحمد فتحي. هنا كهربا استلم، بصوا هنا الشامي، الشامي ولولين، طب اركز مع مين؟ فايه اللي حصل؟ فهنا مجلي راح عشان يقابل كهربا، ففرغ مساحه هنا بين الخطوط في عمق الملعب لقفشه. خدتوا بالكم الصبر والهدوء بيحصل ايه؟ تاني نفس الفكره، البناء على الارض. هنا الكوره مع محمد الشناوي. هنا لويس نستروزا من اللعيبه السريعه، ومع ذلك محمد الشناوي ما عملش المعتاد ان هو بيشتت الكوره وخلاص، لا، بصوا بهدوء تام. هنا ايمن اشرف قرب له شويه بشكل عمودي معاه عشان ايه؟ يفتح له زاويه التمرير، لانه هناك هيبقى صعب قوي ان الشناوي يمرر، لان لويس نستروزا زي ما بقول لكم سريع. فحصل ايه من ايمن اشرف؟ اتحرك بدون كوره، وفر لمحمد الشناوي هنا مساحه باص بشكل عمودي معاه. ببساطه شديده لو ايمن اشرف هنا الشناوي عمره ما هيقدر يمررها، لان لويس نستروزا سريع فبيقدر يوجه الضغط كويس فيقفلها له. انما ايمن اشرف ضم من المساحه دي هنا بشكل عمودي مع الشناوي عشان يقدر يخلق له مساحه باص يقدر يخرج بيها، ما يلجاش الكرة الطويلة او يشتت وخلاص. هنا ايمن اشرف، بصوا حمدي فتحي نزل له قال له خلي عنك يا عم ايمن، انا هستلم منك واقدر اطلع الاهلي لقدام. استلم، بصوا احمد فتحي هناك عامل استريتش. حل تاني، مش بتخرج عن طريق حاجه واحده، لا عندك كذا لعيب يقدر يخرجك بشكل كويس. هنا حسين الشحات، وهنا هنرجع للامركزيه. هنا قفشه بقى هو الوينج اليمين، كهربا وينج شمال، وحسين الشحات هو اللي بقى لاعب 10، هو اللي قدر ينزل يستلم بشكل عمودي مع حمدي فتحي في وسط ملعب المقاولين. حصل ايه؟ استلم ولف سند على كهربا على الطرف. بصوا بقى كهربا في موقف واحد ضد واحد سريع،
وبصوا التحرك هنا من اليو بادجي، هو بس اليو بادجي كان بطيء شويه، المفروض ان هو كان ياخد 4 خطوات اسرع من كده عشان يقطع قبل المهاجم. انما الفكره فين في النهايه؟ ان انت بتبني على الارض فبتقدر توصل لمناطق المنافس وبتقدر تعمل محاولات على الجول. نكمل تاني نفس الفكره في بناء الهجمه. هنا الشناوي بيلعب الكوره مباشره على محمد هاني اللي فاتح الملعب وعامل استريتش زي ما شرحنا في الحاله الاولى، اما كان احمد فتحي هو اللي عامل استريتش على الناحيه الشمال. هنا محمد هاني خدمته طبعا ان محمد مجلي وقع، لكن هنا حسين الشحات هو اللي بينزل في عمق الملعب عشان يقدر يدي حل للاهلي في الخروج بالكوره. حسين الشحات بصوا لمح كهربا هناك فاتح، ونقطه تانية نتيجه ان انت بتقدر تخرج بالكوره وبسرعه بتحط دايما حسن الشامي في مواجهه 1-2، عشان كده الاهلي عمل ضغط من الاجناب كويس قوي النهارده. وهنا المحطه اللي بيعملها كهربا عشان يطلع احمد فتحي زي ما قلت لكم، دي النقطه دي بتاعه الاهلي مع فايلر اللي كان بيعملها معلول واجاي، معلول ورمضان، معلول وكهربا لو نفتكر في ماتش طنطا. الفكر الهجومي ده هو ده اللي بيدي للاهلي شكله، هو ده اللي بيخلي الجمهور مستمتع ومرتاح نفسيا مع المدرب. معلش زهناكوا بس لازم ندي كل واحد حق دور وشغل كبير جدا عمله موسيماني في يومين، خلى بناء الهجمه للاهلي جميل وممتع. قلبين الدفاع دايما فاتحين، ودايما حمدي فتحي بينزل كحل ثالث في مناطق التحضير، وهنا في حركه مستمره من السولية عشان يحاول يفرغ نفسه، وستريتش بيعمله فتحي وهاني على الاجناب. بصوا ياسر ابراهيم مش لاقي حد، ما زهقش، حصل ايه؟ عمرو السولية اللي بقول لكم بيحاول يفضي نفسه. هنا حمدي فتحي متراقب من سيف الدين الجزيري، فالنتيجه ايه؟ 1-1. انما لما عمرو السولية جاله 2 من الاهلي ضد 1 من المقاولين، فبقى في عندك كثافه اكتر في مناطق التحضير. هنا السولية على طول باص لمحمد هاني، ولان عمرو السولية اتحرك وقطع هنا، فبقى حمدي والسولية على سيف الجزيري، فاضطر مجلي انه يزيد عشان يضغط على السولية، فساب هنا مساحه لمحمد هاني. كل لعيب بيتحرك بيفرغ للاعب تاني، وهي دي اهم حاجه في افكار المدربين، الحركه بدون كوره. حسين الشحات دخل لجوه عشان يفرغ مساحه لمحمد هاني على الخط. حسين الشحات بيستلم، بصوا بقى دي، بصوا هنا السولية وتحركه، هنا اتلم 4 على حسين الشحات، لان السولية بيتحرك بدون كوره كويس، خلق له حل، ضرب الاربع لعيبه بباص، وقدر السولية يبقى في موقف 1-1 مع شكري نجيب. عدى بمنتهى السهوله، وهنا قفشه بيسحب له لتحت عشان يقدر يخلق له مساحه باص. بصوا بقى هنا لما الاهلي فقد الكوره ايه اللي حصل؟ بصوا على طول احمد فتحي انقض عشان يقدر ياخد الكوره، يعمل الضغط المعاكس فيمنع المقاولين انه يرتد عليك بهجمه. عشان كده المقاولين هجوميا ما كانش له انياب، لانك قفلت له تماما المرتدات. ملمح تاني من ملامح افكار موسيماني، وهو محطات اللعب، انه مش بس بيعمل محطه في العمق، لا ده بيعمل كمان محطات على اجناب الملعب. نلاحظ مع بعض هنا تفكيره ازاي انه يقدر ينقل اللعب من وسط ملعب الاهلي لوسط ملعب المنافس بسرعه وباقل ريسك ممكن. هنا الكوره عند محمد هاني على الخط، بصوا اللعب المباشر لأليو بادجي اللي بيحاول يهرب على الطرف عشان يفرغ هنا مساحات في عمق الملعب، يقدر قفشه ينطلق. قفشه بس محتاج يشتغل شويه على الناحيه البدنيه، والفرقه كلها محتاجه تشتغل على الناحيه البدنيه، وان شاء الله الوقت يسعف موسيماني انه يقدر يطور الجانب البدني في الاهلي، لان هو ده الجانب اللي ناقص. عمرو السولية يقدر يزيد، كهربا يقدر يقطع بشكل قطري، حسين الشحات نفس القصه. مجرد تحرك بادجي بيخلق اولا محطه لعب على الخط اللي هي نسبه الريسك زي ما بقول لكم فيه قليله، حتى لو الكره اتقطعت انت على الجنب. بصوا هنا حسين الشحات بينطلق في انصاف المساحات عشان يعمل مفاجاه ويدي حل لأليو بادجي في منطقه خطوره على المقاولين. نفس الكلام هنا احمد فتحي، السلام على الخط في ناحيه الشمال. بص التركيز دايما اللاعب المباشر على محطه لعب، هنا كهربا فاتح الملعب، وهنا قفشه بينطلق عشان يعمل حل لكهربا، ان كهربا يقدر يسند عليه فيقدر ينطلق فيضرب وسط المقاولين بمنتهى السهوله. تاني محمد هاني، اللاعب المباشر على قفشه اللي بيهرب على الجنب الشمال. ومن هنا هننتقل لنقطه تانية مهمه جدا برضو مع اهلي فايلر، وقدر يرجعها تاني موسيماني، اللا مركزيه الهجوميه. النهارده اللي مش عارف الاهلي ومش عارف فرقه الاهلي واول مره يتفرج على الاهلي هيتوه، هو مين يا جماعه الوينج اليمين
ومين الوينج الشمال ومين اللاعب 10. ده اللي عمله النهارده موسيماني، او ده اللي رجعه موسيماني تاني بعد ما كان موجود مع اهلي فايلر في الدور الاول. هنا كهربا 10 وهنا قفشه هو اللي بيملى مكان اليو باجي. نكمل هنا قفشه، هنا كهربا، بصوا حسين الشحات زي ما هو وينج يمين، هناك احمد فتحي هو اللي وينج شمال، وهنا قفشه بيعمل محور تاني مع كهربا في منطقه صناعه اللعب من العمق. تاني نفس الفكره، هنا الاهلي عايز يخرج من عمق الملعب، مين هنا اللاعب اللي في عمق الملعب؟ كهربا. هنا كهربا استلم الكوره، مين هناك على الوينج؟ قفشه. ومين هنا وينج يمين؟ حسين الشحات زي ما هو. وطبعا اليو باجي قدام في الهجوم، اللا مركزيه الهجوميه اللي بتعمل خلخله كبيره للدفاع. ثالث، هنا قفشه، هنا كهربا، وهنا حسين الشحات. نفس الفكره، نفس النقطه هنرجع لها تاني، اللي هي اللعب المباشر على محطات اللعب على الاجناب، زي ما كنا بنتكلم عن اليو باجي ازاي بيهرب وبيفرغ مساحات في العمق، نفس الكلام لمروان. كله في منظومه واحده، مفيش حاجه اسمها اللعيب ده بيعمل شغل واللعيب ده بيعمل شغل، لا، كله منظومه واحده. ادي كهربا بيسرق المساحه بين المدافعين، ومين هنا اللي بينطلق في عمق الملعب؟ عمرو السولية. عمرو السولية هنا هو المهاجم. تاني نفس الفكرة، بس دي بتجمع النقطتين. هنا كرة المباشرة على اليو باجي، حسين الشحات هنا بيستلم في عمق الملعب، هنا قفشة بيستلم في مركز الوينج اليمين، وبصوا تحرك اليو باجي ازاي هرب على الطرف، وهنا حسين الشحات هو اللي بينطلق في عمق الملعب. طب يا سيدي ايه تاني؟ في ميزه مهمه جدا، وهي وسط ملعب الاهلي النهارده بيزيد، بيقدر يكسب الكره الثانيه، ولاول مره تقريبا من الدور الثاني الاهلي يقدر يكسب الكره الثانيه في وسط ملعب المنافس. هنا قفشه نازل يستلم في مركز الوينج، حمدي فتحي وعمرو السوليه اهو، بص عمرو السوليه هنا بيدي ليه قفشه وبيطلع يزيد، وهنا حسين الشحات في انصاف المساحات عشان يفرغ مساحه على الخط لمحمد هاني، وهناك الوينج العكسي اللي هو كهربا بيتسرسب كده واحده واحده عشان يحاول يسرق مساحه في ظهر الشامي. نكمل، حسين الشحات استلم، بص كهربا هو اتحرك بطيء شويه، انما الفكره فين؟ الشغل ايه؟ في النهايه لما حسين الشحات لعب الكوره ما لعبهاش كده خلاص، ما لعبهاش عمياني، لا هو لعبها لانه عارف ان في المساحه دي لازم كهربا يتحرك. برضه مين اللي استلم الكرة التانية وسط ملعب الاهلي؟ هنا الثلاثي الهجومي بتاع الاهلي قدام، وهنا عمرو السولية وحمدي فتحي مقربين قوي منهم عشان يستلموا الكرة التانية في وسط ملعب المقاولين. تاني نفس الفكرة، هنا حسين الشحات ضمن في انصاف المساحات عشان يفرغ لهاني على الخط، هاني عمل الكرة العرضية وركز معايا، هنا عمرو السولية ضامن. دايما هتلاقي عمرو السولية وحمدي فتحي او الاتنين مع بعض بتلاقيهم بيقربوا وسط ملعب الاهلي. تاني هنا عمرو السولية، بصوا عمرو السولية سند مع الشحات، ولان الشامي هنا مال مع حسين الشحات فاتخلقت مساحه في ظهره. العبقري عمرو السولية هو اللي بيملى المساحه، قفشه على طول المساحه دي فضيت، اكيد في حد من الاهلي هيملاها، وهو ده اللي اشتغل عليه موسيماني، انه يملى كل المساحات اللي في الملعب عشان يحط عبء على دفاع المقاولين. مدافع المقاولين نزل مع حسين الشحات اتخلقت مساحه في ظهر الباك، اذا اعمل الغير متوقع ان السولية هو اللي ينطلق، لان عمر ما حد هيتوقع ان المساحه دي يملاها عمرو السولية. عمرو السولية ينطلق اول ما الكره تيجي لقفشه، محضر هو هيعمل ايه؟ العب في المساحه هنا لعمرو السولية وخلي الاهلي في وضعيه خطيره، لكن يعاب على الاهلي بطء اليو باجي في الانطلاق في عمق الملعب. حاجة مهمة جدا اقدر بسببها النهاردة اقول مبروك على الاهلي صفقة كهربا. ليه؟ بصوا يا جماعة، هنا كهربا اللي بقول لكم انه النهاردة كان فيه لا مركزية في الاهلي، هنا كهربا هو اللي بينزل كمحور تاني في عمق الملعب في منطقة صناعة اللعب من العمق. بصوا يا جماعة، بصوا السرعة في ضرب وسط ملعب المقاولين، حط هنا قفشة وباتجي في مواجهة 2 على 3، مواجهة خطيرة، مواجهة خطيرة. سيبك بقى من التصرف بعدين ايه، انا مش دعوة بالتصرف بتاع باتجي وقفشة، انا ليا دعوة هنا بكهربا. كهربا استلم الكورة قدامه مساحة، هوب باص بسرعة جدا قدر يضرب تكتل، هو ده اللعيب اللي يقدر يفرق معاك، يعمل لك الفارق. قفشة اهو نزل بطول الملعب يعمل الربط من الدفاع للهجوم، استلم هنا، بصوا كهربا يا ولد يا كهربا، بصوا ضرب دفاع المقاولين كله وحط اليو باجي في مواجهه واحد ضد واحد مع ابو سعود. سيبك من تصرف باجي اللي لازم يتعدم عليه ده، بس خدتوا بالكم من كهربا؟ السرعه، ما هي دي، هي دي اللعيب اللي يصنع لك الفارق. احد النقاط اللي رجعت مع موسيماني وكانت موجوده مع فايلر الدور الاول، لكن عشان موسيماني يقدر يعملها بجوده عاليه محتاج شغل بدني كبير على لعيبه الاهلي، وهي الضغط العالي. نلاحظ هنا مع بعض ان الاهلي النهارده اللي ميزه برده وخلى المقاولين تقريبا ما يعرفش يعمل شغل هجومي خالص، الضغط العالي والضغط المعاكس اللي كان بيطبقه الاهلي. هنا ضغط عالي،
بصوا هنا معايا قفشه واليو باجي، الاثنين قافلين في المساحه هنا بين الباك والسيرد باك، وهنا الباك والسيرد باك. هنا حسين الشحات قافل على لاعب التحضير ومقرب من الشامي عشان يمنع استقباله، او حتى لو استلم الكوره ما يلاقيش حلول قدامه. هنا مجلي استلم، مين راح معاه؟ حمدي فتحي، لان حسين الشحات خلاص اللي هو يعني السبت اهي، هو محمد سمير زكي انه ايه سلم مجلي على رجل السبت عشان على ما حسين الشحات يستلم يكون مجلي قدر يسرق المساحه. لكن هنا حمدي فتحي معاه، اضطر يرجع للشامي، الشامي على الخط مع لويس اللي معاه محمد هاني لازق فيه مان تو مان. في النهايه الكره طلعت اوت في مناطق المولين، المولين ما عرفش يخرج بالكوره. لما الاهلي كان بيفقد الكوره في الدور الثاني كان بيقوم عامل كده للفرقه المنافسه، اتفضل انا مش قادر، معليش حيل ان انا اجري وراكم، اما تخلصوا انتوا وهاتوا لي الكوره ثاني. بس هنا بقى، هنا حسين الشحات راح يضغط، وهنا محمد هاني راح يضغط. بصوا هنا حمدي فتحي، ركزوا على حمدي فتحي، قفل هنا مساحة الباص على شكر نجيب، ذكاء، مش مجرد شغله وخلاص، مش يلا يا جماعه انزلوا اعملوا ضغط معاكس، لا، قفلت هنا مساحة الباص وعمرو السوليه رجل هنا ورجل هنا، قافل على شكري وبيحاول يضغط هنا مع ابراهيم صلاح. في النهايه المقاولين مش عارف يخرج بالكوره، بص اي كلام. في النهايه الكوره الثانيه بوسط ملعب المقاولين قدر الاهلي يستخلصها، فبالتالي حرمت المقاولين من اهم اسلحته وهي المرتدات. كل خطة أو كل طريقة أو كل تاكتيك زي ما ليه إيجابيات ليه برضو بعض السلبيات. أنت بتعمل ضغط عالي ولما بتفقد الكرة بتعمل ضغط معاكس. طيب في حالة لعيب كسل أو لعيب اتأخر هيحصل إيه؟ مساحتك هتضرب. طيب هنا لعيبة الأهلي اتأخروا سنة في الضغط، فحصل إيه؟ الوضعية اللي احنا شايفينها دي، 5-5. بصوا هنا الكرة اتلعبت عند لويس، بصوا محمد هاني هنا على طول لما ياسر إبراهيم راح يقابل محمد هاني ملا مكانه. بصوا بقى يا جماعه هنا ارجعوا الكوره دي، بصوا شوفوا الفرق. اولا هنا ياسر ابراهيم محمد هاني، هنا قلبين الدفاع عمرو السوليه وحمدي فتحي راجعين يقفلوا عمق الملعب، وهنا حسين الشحات راجع هو مكان نص الملعب عشان يعمل ستاره او بلوك قدام الدفاع. هنا المقاولين بيحاول بقى انه ايه يعمل هجمه مركزه عاديه، دي مش هجمه مرتده خلاص، لان الاهلي قدر يرتد بسرعه في مناطقه، ودي احد المميزات ودي برضو احد النقاط اللي محتاجه شغل بدني كبير. فكره انك ترتد بسرعه من الحاله الهجوميه للدفاعيه وتعمل التحول الهجومي بسرعه، دول محتاجين شغل بدني كبير جدا. المقاولين لو نفتكر الدور الاول، لو نفتكر ماتش الزمالك، لو نفتكر ماتش مصر اللي فات، المقاولين عنده لعبه بيركز عليها قوي وهي الكره المباشره في عمق الملعب بين قلبين الدفاع. ولو نفتكر الماتشين ثلاثة اللي فاتوا مع الاهلي، اي فرقه منافسه لازم تلعب الكره بين قلبين دفاع الاهلي، لان الاهلي دفاعيا من الفرق الثقيله، عنده باكين ممتازين وبيردوا بسرعه، عنده وسط ملعب بيقدر يغطي بسرعه، لكن تقدر تخترق الاهلي من المساحه دي بين قلبين الدفاع. طيب عمل ايه بيتسو موسيماني عشان يقابل النقطة دي؟ نلاحظ هنا مع بعض الكرة الطويلة المباشرة اللي بتتلعب بين قلبين الدفاع، ادي ايمن اشرف وادي ياسر ابراهيم، دول قلبين الدفاع، وهنا مهاجم المقاولين بيتحرك بين قلبين الدفاع، مين اللي مايل معاه؟ عمرو السوليه نازل كخامس في التلت الدفاعي عشان يقفل المساحة دي، بصوا نزل معاه، لقى ان الكرة ما تستاهلش فما كملش خلاص. تاني بصوا هنا المهاجم بيتحرك، مين مكمل معاه؟ قلب الدفاع ايمن اشرف وقلب الدفاع التاني ياسر ابراهيم، وهنا مكمل معاه حمدي فتحي، ادوار محفوظه لقلبين وسط الملعب، نزل هنا معاه قفل المساحه امن خلاص. عشان كده المقاولين تاني برضو هقولها ما كانش ليه اي انياب هجوميه، انت قفلت لهم مرتدات سواء بالضغط العالي او بالضغط المعاكس اللي بتعمله لوحدك ما بتفقد الكوره، وفي الحاله الدفاعيه بتقفل عمق الملعب بواحد من الثنائي بتوع وسط الملعب، واللي امن اكتر ان السوليه وحمدي فتحي يعملوا كده ان حسين الشحات كان بيرجع دفاعيا وكهربا الناحيه الثانيه كان بيرجع دفاعيا، عكس ما كان في الزمالك ما كانش بيرجع خالص. رساله لجمهور الاهلي اللي بينتقدوا ياسر ابراهيم، ده لا يصلح للاهلي والكلام اللي احنا بنسمعه ده. ياسر ابراهيم عنده مشكلتين عند ياسر ابراهيم في رايي وفي وجهه نظري المتواضعه. اول مشكله وهفكركم بيها في ماتش الاهلي والزمالك، ان مصطفى محمد مثلا في الكوره بتاعت الجول استلم والمسافه بينه وبين ياسر ابراهيم بعيده، فاستلم لف ودار وشاط وما لقاش اي مضايقه. ليه؟ لان ياسر ابراهيم هي دي احد مشكلاته، انه دايما بيسيب مساحه بينه وبين المهاجم، فبالتالي لو سبت مساحه بينك وبين المهاجم المهاجم هو اللي كسبان. دي نقطه. النقطه الثانيه وهنشرحها لكم هنا في الفيديو، هنا الكوره اتلعبت في الهاف سبيس، ياسر ابراهيم على مستوى السرعه هنا في الموقف ده ما كانش عنده اي مشاكل، قدر يسبق لويس نستروزا وقدر هو اللي ياخد الكوره من لويس، لكن عمل مشكله دايما بيعملها. بصوا سند الكوره
ناحيه لويس، هو ما عندوش مرونه ان يقدر يلف جسمه بسرعه، فهنا دايما يوم مساند الكوره فالمهاجم بيبقى بينه وبين الكوره، فخلاص يقدر المهاجم يحط جسمه، وهي دي احد مشاكل ياسر ابراهيم. يعني انت في الكوره دي بمنتهى البساطه سبقت لويس برجلك الشمال، طلعها على طول، طلعها كورنر، طلعها اوت، محدش هيقدر يلومك. انك تشلت دي مش عيب، انما انك تعمل كده هو ده العيب. ليه اليو ديانج في رايي برضو المتواضع قد يكون، وقد هنا تحمل الشك، انه قد يكون اختيار ثالث او رابع او خامس كمان في تفكير موسيماني. ليه؟ موسيماني بيعتمد على اتنين ارتكاز كورتهم حلوه، لعيبه بتقدر تخرج بالكوره كويس، عشان موسيماني بيحب الاستحواذ. طيب مين في الاهلي يقدروا يعملوا ده؟ السوليه وحمدي فتحي بيعملوها بامتياز، محمد محمود وكريم نيدفيد ان شاء الله لما يرجعوا بالسلامه هيعملوها بامتياز. انما اليو ديانج ديستروير كويس، لعيب يقدر يفتك الكوره ويقدر يخش في دبابه، ما يقولش لا. انما كورته حلوه، بيقدر يعمل اختراقات طوليه كويسه، بس اليو ديانج عنده مشكله في الخروج بالكوره تحت الضغط وفي الباص عموما تحت الضغط. في ثلاث حالات هعرضها دلوقتي قد يكون بسببها خيار اخير بافكار موسيماني طالما بيلعب بشكل هجومي، انما لما يروح مثلا للوداد في المغرب قد يكون حل مهم جدا جنب السولية وحمدي فتحي. نتابع مع بعض هنا اليو ديانج اهو تحت الضغط بيتصرف ازاي بالكوره. بص، مجرد ما في ضغط، في كذا لعيب حواليا، خلاص الكره ضغط. تاني بصوا هنا، واحد ضد واحد فيها ضغط، خلاص انسى. طالما في ضغط على اليو ديانج كل سنه وانت طيب، بيقدر بصوا بيقدر يفتك الكوره وبيقدر يحاول ورا ما بيزهقش ورا المهاجم لحد ما ياخد منه الكوره، يا ياخد الكوره يا يشيله. هنا استلم الكوره في مناطقه، بص تحت الضغط مفيش، قدر يفتك الكوره. عشان كده بقول لكم قد يكون حل مهم جدا، بل يكون رقم واحد في الماتشات اللي الاهلي عايز يامن فيها زي مثلا الوداد هناك. انما طول ما الاهلي عايز يهاجم اليو ديانج قد يكون حل اخير خالص، بل ممكن ما يكونش اصلا في دماغ موسيماني. الدعم ثم الدعم ثم الدعم لمدرب الاهلي الجديد ولعيبة الاهلي في الفترة الجاية لعبور معركة افريقيا الشرسة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد.